السيد ابراهيم بوسوسان رئيس جامعه انزي. غصد لاغ الفعاليه الموسم اللي كان الموسم اونزي يعني الموكارونزي الموكارونزي غصد لي قوي سي وسفان برنامج الموكارونزي لقيت اصلي زوارنا لقا يوا ستي خصص طلبه المدارس العتيقه حضر مدرج نوت المدارس العتيقه يتذكر نشاط ديني غنجيل اعظم غنزي تكرم ديسي العدد العلماء الاجلاء المدارس العتيقه تريقيت ندوه علميه بحضور علماء اجلاء من ضمنهم الدكتور حسن سكنفل وكذلك رئيس المجلس العلمي نزيد عدد كبير من العلماء الاجلاء بالمنطقه يعني في المساء كذلك تلاية السهرة اللي كان عبارة عن فرق أحواش في المنطقة ثم اليوم الثاني غصاد اللي تيكان يتسكر تلا غيد زيارة من السيد العامل إقليم تزيد اللي يزور اللي ضالوا الصناعة التقليدية يقوم صلاة إقامة صلاة الجمعة غيد المركز ثم بعد ذلك لا كان فعالية اليوم المهاجر اللي تنظرنا الثانوية محمد الجازولي الغنزي تكرم لقيسي العداد المهاجرين اللي خدمين في المنطقة كلي يعني الجمعيات اللي مضمنين الموسمات كذلك احتفل سقيس اليوم العالمي للمهاجر اليوم الوطني الوطني اليوم الوطني للمهاجر الاحتفالات تجلات العدد من الصور من ضمنهم انها كانت تلقيات من دواء غصاد تصبغ الاطار ديال المهاجر كذلك يلغز العدد من المهاجرين اللي تينا برا اللي تكرمين وجه كبيره وجه الاسدانيه العدد الخدمات مدير ساز كذلك في الامسيه تغنتس امسيه موسيقيه كذلك في الحضور للعدد المواهب المنطقه ونزي شبان عدد الفرق المصباح ان شاء الله هي اليوم المراه يوم المرأة اللي غاد حضر مزيان العدد متبغارين الفتيات الشابات المنطقة راه كنت حتى في نشاط داخل المؤسسة النشاط اللي غادي يتكلف يعني دور المرأة في المجتمع دور المرأة القروية دور المرأة بصفة عامة والتنمية المنطقة وفي المساء غادي تخطط مسيرة سهرة فنية كبرى بحضور النجوم الموسيقية اللي بعرف اللي تسمين وكانت تختم الأمسية إن شاء الله. اما الاهداف للموسيماد الموسيماد وجدي بحري تخلق الموسيماد كتين اللي هي ممكن يسكت على جهود منذ العصور ولكن كتين يطلق بيد لي من بعد نكني حياتي دغيله باش الاهداف مثل ما تيكان اهداف تنمويه محضه اقتصاديه يعني اي مهرجان وريقي غير موسيقى وريقي غير انشطه كذلك وانما ايكا قاطرة التنمية، ما كيف الكميات القاطرة التنمية للمنطقة باش يجروا المنطقة إن شاء الله مزيد من التألق والازدهار، أش كنت تسمى المنطقة نحت كثير اللي تعيش منذ يعني السنوات الأخيرة تعيش هي النوع الغزار اللي هي النوع الخمول الغزار اللي أنزي كثير من اللي الحكومة غير الحمد لله نستطاع حسين مجموعة المجلس الجماعي للتعاون الجمعيتين المنظمتين جمعية المهاجر بدائرة تنزيه وجمعية المهاجرين المقيمين في فرنسا باش بدنا نكون الفعاليات المجتمع المدني باش نقود يعني وغارات الجديدة تنطرسي باش سما دير هذا تستسلك يغير لي غير اللي كيس تحتاجان وسما دير هذا كيس العدد الحيويات كيس بزاف تسكر تسكر الارض خصبه مجموعه المشاريع التنمويه اقتصاديه ثقافيه التزخرس العداد الموروثات الموروث لا مادي لا غير العادات التقاليد لا غير التراث لا غير الصناعه التقليديه بجميع المكونات شكون المنطقه نتاع المنطقه اللي تزخر مرني ثلاثه او اربعه انواع الصناعه التقليديه يغرني الفضه الجلد وكذلك الخزف في ان واحد يعطيكم الوقت باش النهض النكر مؤهلات هذه المنطقه باش نحيو المدير وكذلك غير اللي نحن مشكله التعليم نحن مشكله الصحه نحن مشكله البنيه التحتيه وكان نيري المقارنه غصاد اي المقارنه اللي غادي تكون كليكير نقفوس غفوس باش وما كذلك مثلا النجاح
نزيدو نقارن بالجمعيات اللي نقفو صغفوس كمجتي الجماعي جمعيات النقل المدرسي اللي تيوت الشان غصاد اللي شنا عامل صاحب الجلالة يعني بأربعة الحافلات يعني ديال الكار ثلاثة الميني بيس اللي تصف جمعيتين المنظمتين باش تكين لبنة النقل المدرسي اللي تعانين العدد من التلاميذ غنجيبها لك كذا صعوبة باش تلتحق الثانوية تلتحق المدارس غير هذيك نفكوا المعضلات اللي تساهم بزاف الهدر المدرسي وكذلك أنتمنى كذلك حتى مؤخرا كان ستين مش كان عدد الهيبات كذلك عبارة عن الشهيدة الطبية اللي غيستافد الطاقم غيستافد المركز الصحي الأونزي وكذلك أنتمنى سوق قدامي إن شاء الله باش كلهم نقفوا صفوفوس باش كل منطقة تلقايات المنطقة غنية غنية جدا جدا بموروثها الثقافي والديني و والسياحي كذلك زرتو منطقة تلقى منطقة سياحية بكل ما له معنى بكل ما للكلمة من معنى تلقى السياحة الجبلية تلقى السياحة التضامنية إلى غير البروج أنزي أدخل في العدد التراث التاريخي كذلك اللي منذ القديم لقيت البروج إلا تلقى غير المنطقة دروس مستكتشفة إلا نقيت النقوش الأثرية اللي من اللي منذ العصر الحجري يلي سقيس العداد المؤهلات بهرم قرنين بالنسبة للسياحة إلى العنب وتبقال في اللان يسفن للان غوداء إلا اللانس مؤهلات يعني قرنين بزاف باش المنطقة ستكون ما يقول إن شاء الله فيما يخص السياحة والمهم يكوس ما يتونان غير تغير المقتطف بالزين كان كفا وكان أتمنى كذلك من حدث كان القرار شكرا جزيلا للجميع وشكرا جزيلا.